اذا لما بدنا نشغل الجروب كنترول اليفيتر جروب كنترول في مجموعه من الداتا ممكن ناخذها بتحسن القرار. هلا اذا بنرسم هون رح نرسم جروب كنترول هون هلا الجروب كنترولر في عندنا مجموعه من الطلبات ممكن تكون مسجله ممكن مش مسجله. عندنا مجموعه من elevator cups هذول عندي هون landing calls هاي الجروب كنترولر. الجروب كنترولر رح تمشي المعلومات هاي من هون ورح تروح المعلومات على الجروب كنترولر حتى يتخذ الاوبتيمال ديسيجن. اذا نطلع ايش انواع الداتا او ايش امثله على داتا ممكن ابعثها من هون للجروب كنترولر حتى تتخذ القرار الصحيح. عندنا position of all cars. It makes sense اني اعرف البوزيشن يعني بعرف انه هاي موجوده هون. طبعا احنا اكيد لازم اللاندنج كول نفسه يكون رايح هذا it goes without saying. فاهمين؟ يعني لازم اودي اللاندنج كولز للجروب كنترولر ما هو بده يعمل الوكيشن مزبوط فالجروب كنترولر لازم يوصل له اللاندنج كولز. مين مسجل منهم في اي لحظه بتسجل اللاندنج كول بروح للجروب كنترولر. الجروب كنترولر ما بفرجي اللاندنج كول تبعه للهاي زي انتوا في وين طارق وخالد هاي في مشروعكم مثلا لهذا احنا الان ما بنفرجي هذا ما بنفرجيه للجروب كنترولر ما بنفرجيهوش للسنجل كار كنترولر بروح للجروب كنترولر. الجروب كنترولر رح يقرر مين من هدول الاليفيتر كارز رح ياخذ واحد او بوث من هدول الطلبات اللي موجوده هون. اذا بدي position of all elevator cars كمان بهمني اخذ الدايركشن. ولاحظوا الدايركشن له ثلاث values مش two values. ايش الدايركشن ممكن يكون؟ up و down و uncommitted. uncommitted يعني ممكن هاي الكار مثلا طالع هاي نازله هاي ما لهاش لا طلوع ولا نزول واقفه مكانها خلصت اخر طلب او ما اخذتش طلبات اذا هذا يعتبر فري. اذا هذا مش باينري مش بوليان ممكن يكون اب او داون او uncommitted. هذول على الاقل هذول المينيمم ريكويرمنتس ما راح يكون الديسيجن اوبتيمال بس على الاقل هذول المينيمم ريكويرمنت لازم اعرفهم. لو عرفت هذول بقدر اركب بين هذول زي سيلكتر يعني بقدر اخذ زي خطوط دايركشنال كونكشنز. خلينا احكي عن ما دام هذول شرحنا هذول التنتين بامكاني اجي اقول هاي عندي هون هاي كار طالعه طلوع الكارز اللي طالعه راح احطها هاي الجهه. انا عارف ان هم مش فوق بعض بس راح احط الكارز اللي طالعه بهذا الجهه والكارز اللي نازله راح نحطها بهاي الجهه. فنفترض عندي كار هون موجوده وعندي كار هون موجوده وخلينا نفترض حتى انه عندي هون كار uncommitted. هلا بامكاننا نوصل بين هذول بشيء اسمه رينج سيلكتر. هذا دايركشنال نرسم دايركشنال اروز بين هذول. هلا هاي الكار فري اني احطها هون وفري اني احطها هون مزبوط. فممكن احط ارسم خط وهمي هون لهاي هون وممكن ارسم خط وهمي الها هون. بعدين راح اوصل بخط هون بهذا الشكل. هلا العماره ممكن بتنتهي هون فراح يكون في خط بعدين العماره كمان بتنتهي فوق هون. هذا اسمه زي رينج. الرينج هذا بيطلع بكون طالع طلوع من مصعد كوميتد بهذا الدايركشن ونازل نزول. هلا في طريقة بسيطة جدا اني اعمل عليها الوكيشن بناء على هدول المعلومتين، بسيطة جدا، طبعا هي فيري كرود ومش اوبتيمال وما بتطلع على عدد الناس في داخل المصعد ولا بتطلع على وين الكولز رايحة. لو اجاني الان كول طالع طلوع هون، وين حطيته مباشرة؟ حطيته هون. لو اجاني طلب نزول جاي من هون وين حطيته؟ هون. حسب هذا السلكتر لمين راح اعطي هذا الطلب؟ تو ذا نيرست كار، وين صارت ذا نيرست كار؟ هاي. فهاي راح تاخذ
هذا الطلب. لأنه وين جاي؟ فهاي إذا كان هالكار A كل المنطقة هاي بمسؤولية الكار A، إذا كان هاي الكار B كل المنطقة هاي مسؤولية B، هون مسؤولية C. هلا هون هذه صارت فليكسبل لحد ما هذا ياخذ دايركشن ما معروف هو عن ايش رح يكون مسؤول. هلا إذا عملت له الوكيشن، نفترض اجيت أخذت طلب من هون، إذا إيه لمين رح أعطيه؟ رح أعطيه لهذا، وإذا أعطيته لهذا ايش تحول؟ صار هذا هون. والآن لو جاني طلب نزول هون لمين رح أعطيه؟ لهاد، وهذا رح أعطيه لهاد، وهذا رح أعطيه لهذا من هون. لو عندي كمان طلب من هون لمين رح أعطيه؟ كمان لهذا. أوكي، هذا very very simple selector، كانوا يسموه ring selector. مرات بسموه كلوز تيب، كأنه عندي هون تيب. هذا هون بس ذا نيرست، انا بحطه على ذا نيرست. اذا عندي طلب من هون لمين اعطيته؟ لانه لو هذا ضلوا ماشيين بهذا الاتجاه، هاي الاليفيتر كار رح تيجي على هذا الكول اول شيء، وهذا الكول اول شيء. بعدين هاي رح تاخذ هذا الكول، هاي رح تاخذ هذا الكول، وهذه رح تاخذ هذه الكول. ايش مشكله هذا الطريقه؟ زي ايش؟ المصعد يكون مليان وما يوقف. تمام، المشكلة انه هذا ممكن يكون ملان، وممكن يكون قدامه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ويكون هذا ما فيش عنده غير طلب واحد، أو مش جاي حتى ولا طلب من هون، فيه بس عنده طلب كار داخلي بده ياخذ حد من هون ويوصله هون. راح أكون ضغطت هذا بضغط شديد، مزبوط، لأني أخذت طريقة بسيطة جدا. أنا مش عارف أول شيء هذا وين راح يوقف، مش ماخذ بعين الاعتبار وين راح يوقف، بعرفش وين راح يوقف لانه ما اجتني هاي المعلومات، اجاني معلومات بسيطه جدا بس انه هو مكانه والدايركشن تبعه. فممكن اني ابني كنترولر، جروب كنترولر بناء على هاي، والجروب كنترولر ممكن ظاهريا انها تشتغل لكنها رح تكون سيئه جدا، رح تكون سيئه من ناحيه عندي طلبات كثيره هون. هذا مرتاح ما عندوش غير طلب واحد رح يوصله ويخلص من هون، ورغم انه هو قريب هو مش بعيد، يعني يمكن هذا كان بامكانه يروح يلم مجموعه من هذول او ياخذ مجموعه من هذول. طبعا ما يغركم اني انا رسمته هيك، مش هذا بيقدر يتجاوز هذا؟ مضبوط، كل واحد له شافت لحاله، هذول مش ورا بعض جايين، بس احنا رسمناهم هيك حتى يبين هذا. اذا هذه فيري فيري بور كنترولر.